هسأل حضرتك في موضوع دبش بقى. موضوع دبش ده لعيب بتروجيت، وفي هنا يمكن هو موضوع مختلف تماما عن إيهاب عبد الرحمن. لأول مرة احنا بتوع الكورة وبتوع المتابعات الرياضية وكرة القدم تحديدا يتوقف لعيب. مين اللي قال الكلام ده؟ على المدى القريب كان فيه مش عارف لعيب من حوالي أحمد صبحي من في 2010 بالظبط كده. ما هو مفيش في واحد تاني، لا في واحد تاني كان أحمد مجدي من مقصة ماشي برضه فاكرهم انا، مش طيب مش نسيهم وكنت اتكلمت فيهم في وقته بالظبط، لكن اقصد في يعني في التوقيت بتاعنا ده في 2018 و17 وهي دخلنا بعديها على 2018 بالواقع دي، لانه اللعيب موقوف لحد الان. انا عايز اسال سؤال يا دكتور، ازاي لعيب يبقى بيتاخد منه عينه وتطلع العينه بتاعته ايجابيه ويتقال اسمه ويتعرف بالنسبه للناس؟ بص، هي طبعا انا كنت متابعك وقتها لما انت اتكلمت في الموضوع ده. انما لو احنا رجعنا تاني للوادة، هي مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. لا لا لا، لما يبقى لاعب من اللعيبه اللي هم بيلعبوا العاب فيها نوع من الشهره زي كره القدم، او هو لاعب مشهور، مفيش مشكله انك انت تعلن اسمه. ده مش تشهير بيه يا دكتور؟ لا لا مش تشهير، طالما انا لسه شغال ولسه يعني ادبيا مش مفروض انت تقوله، لكن افرض ان هو اتقال اسمه وهو بيلعب لعبه زي لعبه كره القدم، ما فيهاش مشكله. اذا كان لاعب من اللعيبه اللي هم تقال في احد الالعاب الاخرى، ما فيش مشكله انك انت تقول اسمه. لكن دبش طبعا كانت مشكلته اللي هو اخد علاج وما كانوش يعرفوا موضوع اللي هو العذر المرضي. والحقيقه طبعا هي مش غلطه دبش بقدر ما هي غلطه النادي، وعشان كده احنا غرمنا النادي على فكره. ودبش واخد 4 شهور ايقاف ينتهوا في 12 ابريل اللي جاي او 13 ابريل حاجه كده. صحيح. واحنا رحنا قعدنا مع فريق بتروجيت، كابتن طارق يحيى كان بعت لنا ان احنا نروح نقعد مع اللعيبه. وطبعا انا على فكره كنت يعني عندي نوع من الدهشه ان انا قاعد اسمع رياضيين بيتكلموا في وادي بعيد تماما عن مجال مكافحه النشاطات. واحنا رتبنا ان احنا نقعد مع اغلب الانديه. يعني كل واحد لقيت ناس جايبه حاجه كده مسميها نبلم ومش عارف جايب ايه نبلم، اسم العبوه كده، واخد بالك؟ طب انت ايه النبلم اللي انت بتاخده ده؟ قال ما فيهاش مشكله. لا فيها مشكله. طبعا. ازاي بتاخد الكلام ده؟ ده بيجيبوه منين النبلم ده؟ شريب. انا اول مره اتفرج على النبال اعرف اسماء تانية كتير قوي. انا اعرف اصلا، اعرف اغلب المكملات وانا عارف القصه. واعرف كل المكملات تقريبا الا ده، يعني الا النبال. انا اول مره اشوفه. اعرف البي سي دبل اي، اعرف شوف بقى كويس انت. لا 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 كويس انت قلت الحته دي. البي سي دبل اي من اخطر ما هو موجود حاليا في السوق المصري. ليه بجد؟ طبعا دي مكمل غذائي يحتوي على هرمون التستوستيرون ومش مكتوب عليه. كل الحالات اللي وقعت عندنا في خلال الفتره اللي فاتت كلها عباره عن هرمون تستوستيرون. انت لما تيجي تساله في الفورمه بتاعته ايه اخر حاجه خدتها خلال الاسبوع اللي فات، يقول لك كذا كذا بلس ان هو واخد بي سي دبل اي. ما هو البي سي دبل اي على حسب ما احنا ما بنعرف ان هو عباره عن ريكفري. بص انا عايز اقول لك على حاجه، المكملات الغذائيه مش مكتوب عليها يا دكتور خالص. انا ومش هيتكتب عليه، مش مكتوب عليه، ومش هيتكتب عليه. الشركه اللي بتنتجه لو كتبت على تيرون ايه اللي هيحصل؟ مفيش رياضي هيشتريه. لكن هي لو بعته بدون تستوستيرون بعد كده مش هتبيع، لان اللاعب النهارده كل اللي محتاجه ايه؟ انه يكبر عضلاته. ومفيش حاجه هتكبر عضلاته بروتين بس، لابد يبقى فيها بروتين مع هرمون تستوستيرون. فهي بتحط له هرمون تستوستيرون اوريدي من غير ما تكتب له عليها. امسك انت اي عبوه موجوده في السوق النهارده واقلبها من هنا او من هنا، مش هتلاقي لا مرخصه ولا تم تسجيلها ولا تم فحصها وتحليلها في وزاره الصحه. طبعا كلها داخله تهريب. كلها بتبقى داخله استيراد. فايه اللي بيحصل النهارده؟ اللاعب النهارده بياخد المكمل الغذائي، بعد كده نحلله تطلع عينته ايجابيه، يحلف ان هو ما خدش هرمون تستوستيرون. هو ما خدش هرمون تستوستيرون، لكن اخد مكمل غذائي ملوث بهرمون تستوستيرون. طب يا دكتور، طب ما انتوا كده ده الموضوع صعب قوي. اصل لعيبه الكوره برضو بتاخد تقريبا مكملات شبه المكملات اللي احنا بناخدها عشان احنا بنلعب كره الاجسام. وعشان كده يوميا عايز اقول لك بنطلع حاجه اسمها تعميم لجميع الهيئات الرياضيه داخل مصر. يعني شوف احنا عندنا 57 اتحاد، عندنا كليات، عندنا يوميا بنبعت تعميم. خدوا بالكم، العيان يجي عشان يعمل عذر مرضي، المكملات الغذائيه بلاش نتعامل معاها، الماده الفلانيه اللي ظهرت في كذا ممنوع ان احنا نتعامل معاها. يوميا بنعمل الكلام ده، بالاضافه الى ان احنا بنروح نقعد مع الناس دي. يعني دي كانت بدايتها بالنسبه للكوره البتروجيت. انت حضرتك لو ركزت كده مع انديه الدوري المصري بالصلاه على النبي، ده احنا مش هنلاقي لعيب يلعب. لا ما تقلقش، على فكره احنا بناخد من الدوري الممتاز قسم به. بتاخده من قسم بيه كمان؟ بتاخد من قسم بيه. طب والدنيا ايه ماشيه؟ لا ماشيه كويس، الظاهر ان هم ما لهمش في الحاجات دي. ما لهمش في الحاجات دي الظاهر كده. طيب. لا ماشيه كويس معاهم.